تابعوا هذا انا الأمر. بالنسبه لي ما بدعوش دايما للمقاطعه، انا راجل بتاع سياسه، انما مواطنين هيروح يقولوا انت مش محتاج صوت. وعدد من القوى الثوريه والسياسيه شباب، اصل احنا مش مسيطرين على الشباب اللي هم موجودين في السجن اللي بيقول عليهم معالي المستشار معالي السفير. ده ممكن تلاقي يقول لك ايه، انتوا قلتوا لنا انه 30/6 كويسه وان المسار اللي انتوا ماشيين فيه ده حلو، نخش بقى في مظاهرات ونخش في حاجات ونخش في موال كنا ممكن في غيرنا ان احنا نعملها. بصراحه انا رايي معالي السفير مع حضراتكم في حمله حمدين صباحي، الخطوه التاليه ايه؟ انا شفت البيان الصادر منكم ان كنتوا رافضين تماما لهذه المساله وما زلتم على موقفكم، وموقفكم لم يتغير حتى بعد لقاء الرئيس. الخطوه القادمه؟ الخطوه القادمه احنا الحقيقه ترشيح حمدين جه نتيجه لتوافق مجموعه من الاحزاب والقوى السياسيه والشبابيه، من حقهم علينا ان احنا بنرجع لهم وبنناقش معاهم، والله اذا استقر رايهم على الاستمرار واذا كانت الشواهد القادمه اللي هي الخاصه بنزاهه الانتخابات وضمانات الحقيقيه لحيده الدوله هتكون متوفره، قد يكون لنا راي اخر. وما زلنا ايضا نامل هنضغط في ان السيد الرئيس بكل احترامنا ليه وتقديرنا ليه بنايب بيه ان يعيد النظر، لان المساله بايديه، هو اللي معاه سلطة التشريع دلوقتي يستطيع أن يغير هذه الفقرة، وما زلنا بنطمح في ذلك. بشكر ضيوف الأعزاء المهندس حسام الخولي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والسكرتير المساعد للحزب، شكرا يا فندم، وأيضا السفير معصوم مرزوق عضو مجلس أمناء التيار الشعبي والمتحدث الرسمي لحملة حمدين صباحي، وأيضا الأستاذ أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. نورتونا حضراتكم النهاردة. كان نفسي يبقى في نهاية هذه الفقرة عندي إجابة واحدة لحضراتكم في هذه المسألة، لكن واضح أن السيناريوهات ما زالت مفتوحة، إما أن يقر أو يظل القانون كما هو ولا يعدل فيه رئيس الجمهورية، وإما أن يستجيب لبعض آمال وتطلعات القوى